الرحيم والصلاة والسلام على نبي الأمين وأشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. ازيكم يا شباب؟ هنتكلم معاكم النهارده بإذن الله على سيكشن خفيف، وكده هيبقى آخر سيكشن معانا في عملة بايك ميستري وجيلاتكس. يبقى كده ألف مبروك، احنا خلصنا الست سكاشن، وبإذن الله يبقى أنت كده باقي لك عندي بس حاجتين. رقم واحد فيديو نحل فيه الأسئلة بإذن الله بتاعت العملي، رقم الحاجة اللي بعد كده فيديو بإذن الله إن كان في وقت أشرح لكم فيه رابد العمل كله في تقريبا ساعة إلا ربع ولا حاجة، ست سكاشن على بعض. تعالوا بقى نبدا نشوف السكشن بتاعنا بتاع النهارده. مبدئيا السكشن بتاعنا بتاع النهارده عباره عن سكشن بسيط، هتسمعه زي ما انا بقول لك هتخلصه في قيمه دقيقتين ثلاثه. تعالوا نشوف السكشن بتاعنا. السكشن بتاعنا بتاع النهارده يا شباب هو عباره عن تطبيق عملي لمحاضره النظر الخامسه في ملك جينيتكس، اللي كانت بتتكلم عن تضاعف الدي ان ايه او استنساخ الدي ان ايه، اللي هو دي ان ايه ريبليكيشن او دي ان ايه سينثيسيس. هنتكلم السكشن النهارده عن الجهاز اللي بيعمل العمليه دي او الطريقه اللي بتعمل عمليه التضاعف. طيب مبدئيا الجهاز ده اسمه بي سي ار، هو اختصار البي لي بوليميريز، السي للتشين، والار رياكشن، يبقى بي سي ار بوليميريز تشين رياكشن. طب يا دكتور هل هي ديت الطريقه الوحيده؟ قال لك لا، في عندك طرق كتيره، ولكن في منها طريقه كمان هم ذكروها عليك كاسم فقط، وهي استنساخ الدي ان اي او كلوننج اوف ذا دي ان اي. طيب دي يا دكتور علينا؟ قال لك لا، شرحها مش عليكم، ولكن عشان تعرفها قال لك انك بتستخدم الدي ان اللي انت عاوز تستنسخه تزرعه جوه بكتيريا، وتستخدم البلازميد بتاع البكتيريا ديت وتبدا تعمل له عمليه النسخ. طيب ده علينا، انسى كل الكلام اللي انا قلته لك. تعالوا بقى نبدا نتكلم على السكشن بتاع النهارده، بوليميريز تشين رياكشن او بي سي ار. مبدئيا قلت لك عندك طريقتين عشان تعمل عمليه تضاعف للدي ان اي. اول حاجه البي سي ار عنوان السكشن، ثاني طريقه استنساخ الدي ان اي ما تركزش فيه. طيب ده شكل البي سي ار اللي بيعمل عمليه الاستنساخ عشان لو جالك في الامتحان. طب يا دكتور ايه كل الكلام ده؟ انا عاوزك تسيبك من كل الكلام ده وتنزل معايا تحت، تنزل معايا تحت وتركز معايا كده وتعد 3 دقايق بالظبط من وقت ما هبدا معاك كلام لحد ما اخلص، هتلاقيك خلصت السكشن كله في كلمتين، لان السكشن النهارده عباره عن خطوتين بس. طب نبدا بسرعه عشان نختصر الوقت. تفتكر معايا خطوات التضاعف في منهج النظر او في المحاضره الخامسه؟ كنت بقول لك احنا عندنا شريط الدي ان ايه متفقين جميعا ان هو عباره عن دبل ستراند، صح ولا غلطان؟ دبل هيليكس لو لم مزدوج. طب كنا بنحب نفصل الشريطين عن بعض بواسطه انزيم اسمه هيليكيز انزيم، صح ولا غلطان؟ بعد ما فصلناهم عن بعض بتجيب التمبلت ستراند، وبعدين بتبدا تضيف له البرايمر علشان يبدا عمليه التضاعف بواسطه انزيم اسمه بوليميريز. طيب وبعدها بتكمل الخطوات ويحصل التضاعف. طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا في كاس البي سي ار؟ قال لك نفس الخطوات اللي هناك بالظبط، ولكن باختلاف بعض الوسائل. ازاي؟ هناك كنت بتفصل الشريطين عن بعض او بتفصل اللولب المزدوج عن بعض بواسطه الهيليكيز انزيم. هنا في البي سي ار قال لك بتفصله عن طريق انك بترفع درجه الحراره، يعني بتعمل ديناتيوريشن، رفع درجه الحراره من 90 ل 100 درجه سلزيه، يعني بتخلي درجه الحراره تقريبا من 90 ل 100، او بمعنى اصح من 94 ل 98 درجه سلزيه. طيب البرايمر، ما انت عاوز تضيف البرايمر عشان تبدا عمليه الريبليكيشن. قال لك هنا البرايمر لما بتضيفه هنا بتلزقه على طول، بيجي لك جاهز وتقوم ضايفه على طول او تربطه على طول مع الدي ان اي. ربط يعني اسمها انيلينج او بايندينج، يبقى انت بتربط البرايمر مع الدي ان اي. قال لك عن طريق انك بتخفض درجه الحراره، يعني انت في الاول رفعتها ل 90 درجه. طيب عاوز بقى تربط البرايمر، قال لك هتنزل درجه الحراره ل 40 درجه تقريبا من 40 درجه ل 60 درجه بتحصل عمليه الانيلينج، ده عشان خاطر الام سي كيو. طيب بعد كده قال لك بقى العمليه بتبدا تحدث الخطوات بتاعه التضاعف. طيب بتحدث كذا دوره لحد ما يطلع لك ملايين من النسخ، ده كله بيتم في الاساس بواسطه انزيم البوليميريز. طيب يا دكتور احنا بنوفر انزيم البوليميريز اللي احنا بنستخدمه هنا منين؟ تعالى يا سيدي. قال لك انزيم البوليميريز بتجيبه من بكتيريا اسمها سيروماس اكواتيكوس، تاني اسمها سيروماس اكواتيكوس. البكتيريا ديت بتتوفر دايما في المناطق الدافيه او المناطق السخنه، بمعنى صح في الهوت بولز. طيب الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه تاك بوليميريز، حتى دايما تلاقي البي سي ار يقول لك كان زمان بنتكلم على التاك بوليميريز. طيب ايه كمان عاوزك تعرفه؟ بس يا سيدي احنا خلصنا السكشن بتاع النهارده. بس يا دكتور بس تعالى بقى اقرا معايا الحاجات اللي احنا كنا بنقولها فوق. مبدئيا عشان نخلص من الحته دي، ايه هي الخطوات اللي احنا بنصنع بيها او بنعمل بيها عمليه التضاعف؟ قال لك انك عندك البي سي ار، اول خطوه بتفصل الدبل ستراند عن بعض او الشريط المزدوج عن طريق انك بترفع درجه الحراره، بتعمل له ديناتيوريشن من 94 ل 98 درجه سلزيه، ودي مهمه جدا عشان الامتحان. لك ان تتخيل ان اهم ثلاث نقط في السكشن النهارده هم الثلاث درجات بتوع الحراره اللي هنتكلم عليهم. طيب احنا فصلنا الشريطين عن بعض، بعد كده هنضيف البرايمر
للدي ان ايه عن طريق ان احنا هنخفض درجه الحراره من 37 ل 60 درجه سلزيه، يعني هتعمل عمليه انيلينج، عمليه ربط. طب بعد كده قال لك باستخدام البوليمريز، او معنى صح ده اكتاك بوليمريز اللي انت جبته من بكتيريا اسمها سيرموس اكواتيكوس، اكتبها جنبها مع اننا هنرجع لها فوق. قال لك التاج بوليمريز ده بنستخدمه عشان نعمل عمليه اكستنشن للبرايمر، يعني معنى صح امتداد لاضافه البرايمر، عشان بعد كده نكون الدوره دي كذا مره او نعمل الخطوه دي من 20 ل 30 مره عشان نطلع ملايين من النسخ. طيب كده احنا خلصنا الخطوات بتاعه تصنيع الدي ان اي جوه جهاز البي سي ار البوليمريز تشين ريكشن. طيب ايه الكلام اللي موجود فوق، ده يا دكتور؟ قال لك دي هي نفس الخطوات اللي احنا قلناها. تاني تعال نعيد. قال لك انك عباره عندك الدبل ستراند بتاع الدي ان ايه بيحصل له عمليه ديناتوريشن بواسطه درجه الحراره، نفصله الى شروطين. طب بعد كده قال لك بنستخدم البرايمر عن طريق اللي احنا بنعمله عمليه انيلز، وبعدين نقوم ضايفين البرايمر. بعد كده بيحصل له عمليه ريبليكيشن او اكستنشن للبرايمر، ويتصنع عندنا ملايين من النسخ، مليون كوبيز اوف ذا دي ان ايه. يعني الكلام اللي قلته تحت هو اللي انا قلته فوق. طب تعالوا نطلع للكلام اللي فوق. على فكره احنا خلصنا السكشن بتاع النهارده. طيب ايه هي المتطلبات او هي بقى الخطوات او الاجهزه اللي احنا بنحتاجها جوه البي سي ار؟ قال لك تعالى نشوف مع بعض. انا كلمتك على كذا درجه حراره، قلت لك على درجه الحراره بتاعي عاوزين نرفع درجه الحراره علشان نفصل الشرطين عن بعض، يعني بمعنى صح من 90 ل 100، ورجعت قلت لك عاوزين ننزلها علشان من 40 ل 60 علشان نضيف البرايمر، ورجعت بعد كده قلت لك او نسيت اقول لك تقريبا فهقول لك دلوقتي اللي احنا التاج بوليمريز كان لازم نوفر له درجه حراره 72 درجه، ما تنساش النقطه دي. طيب ده كله بنجيبه بايه؟ قال لك بواسطه جهاز بيتحكم في درجه الحراره اسمه ثيرمال سايكلر. يبقى بالتالي الثيرمال سايكلر، وديت الصوره بتاعه الجهاز، الاربع صور دولت تحفظهم لدى اسمك، بيجيبهم في الامتحان ويقول لك دولت ده بيستخدم ليه؟ في التحكم في درجه الحراره، وبيبقى ممكن اسالك ويقول لك اسمه ايه بس، يبقى الثيرمال سايكل ده بيغير درجه الحراره. طيب رقم اثنين، ما احناش بنحتاج شروط دي ان اساسي عشان نعمل له عمليه الريبليكيشن او عمليه التضاعف؟ قال لك اه. طب رقم ثلاثه، مش احنا بنضيف البرايمر وبنستخدم بوليميريز؟ قال لك اه. فقال لك بالتالي هتحتاج اثنين برايمر، ليه؟ عشان واحد ياخد شروط الدي ان ايه من كل جهه، يعني وانت رايح وانت جاي. يعني معنى صح بتحتاج اتنين برايمر بيبقوا تقريبا من 20 ل 30 نيوكليوتيد. طيب رابع حاجه، قال لك مش احنا قلنا عاوزين التاك دي ان اي بوليمريز اللي كنا بنجيبه من السيرموس اكواتيكوس؟ قال لك تمام. طيب مش تصنيع اي دي ان اي بيحتاج لوجود نيوكليوتيدات تحتوي على 3 فوسفات مركبات عاليه الطاقه؟ يبقى بالتالي محتاج بعض النيوكليوتيد. وقال لك بتحتاج انابيب البي سي ار اللي بتصنع فيه بي سي ار تيوبس. يبقى بالتالي دي كل المتطلبات. قلت لك عندك الثيرمال سايكلر، عندك الشروط الاساسي دي ان اي تمبلت، بتحتاج اثنين برايمر معاك، وبعدها بتحتاج التاج بوليمريز، وبعدين بتحتاج قواعد او بعض النيوكليوتيدات اللي بتحتوي على اي تي بي، وبعد كده بتحتاج بفر، وبتحتاج ميه، واخر حاجه بتحتاجها انابيب البي سي ار. كده احنا يعتبر خلصنا السكشن بتاعنا بتاع النهارده. طيب قال لك بتحتاج ايه كمان؟ قال لك على فكره ديت الانابيب بتاعه البي سي ار، يعني ممكن في الامتحان احنا قلنا الثيرمال سايكل هيجيبها لك واسالك عليها. طيب تاني سؤال، هيجيب لك الانابيب ديت ويسالك عنها، تبقى ديت البي سي ار تيوبس. طيب تالت حاجه، سؤال مهم جدا، ممكن يجيب لك العلبه ديت ويقول لك اسمها ايه؟ دي ديت اسمها بي سي ار ماستر. يعني ايه بي سي ار ماستر؟ قال لك البي سي ار ماستر ديت بتحتوي على ثلاث مكونات مع بعض. ثلاث مكونات يا دكتور؟ قال لك ايوه ثلاث مكونات. طب ايه هم؟ قال لك بتحتوي على النيوكليتيده، بتحتوي على البوليمريز، وبعدين بتحتوي على البفر. تاني النيوكليوتيدة، البوليمريز، البفر. طيب عندك بقى بعض الشركات بتقدم الثلاث حاجات اللي هم البوليمريز والبفر والنيوكليوتايدز كأوفر مع بعض، بيقدموهم عرض مع بعض في علبة واحدة اسمه بي سي ار ماستر ميكس. فبالتالي ممكن يجيب لك الصورة دي في الامتحان ويقول لك دي اسمها ايه؟ تبقى دي بي سي ار ماستر ميكس. ده رقم واحد. ممكن يقول لك البي سي ار ماستر ميكس بيتكون من ايه؟ يبقى انا بيتكون من البوليمريز، وبعدين بيتكون من البفر، بيتكون من النيوكليوتايدز. تبقى دي تالت صوره ممكن يسالك عليها في الامتحان. طيب نخش عليها بعد كده. الكلام اللي موجود تحت هنا انا قلته لك في السكشن بتاع النهارده مرتين ثلاثه، قلت لك علشان نفصل الشرطين عن بعض، التو ستراندز عن بعض، هنرفع درجه الحراره ل 95 درجه سيليزيه، يعني بمعنى صح هنعمل عمليه ديناتوريشن.
وقلت لك بعد كده هنستخدم انزيم التاج بوليمريز اللي كنا بنجيبه من السيرمس اكواتيكس، ده لما قلت لك هنتكلم عنها فوق. يبقى بالتالي التاج بوليمريز بنجيبه من السيرمس اكواتيكس، يعني بمعنى اصح يا ابن الحلال لو انت الكلام اللي انا قلته لك في المربع اللي تحت ده، ده السكشن كله بتاع النهارده، يبقى المربع ده الاربع سطور دولت هم دول السكشن بتوع النهارده، تمام كده؟ تمام. طيب عاوز اكد عليك حاجه في الصورتين دول، ممكن يلعبك في الامتحان ويجيب لك الثلاث صور دول بس يسالك على ايه؟ ممكن يجيب لك مثلا الشريط عندك فوق متصل على فكره اهو، هتلاحظ تحت ان هو بدا ينفصل عن بعض الشريطين، ويقول لك ديت درجه الحراره اللي استخدمت هنا قد ايه؟ ديت ديناتيوريشن، يبقى بالتالي بنتكلم من 90 ل 100. طيب اللي بعد كده؟ قال لك ديت مرحله الانيلينج، لما انت تلاقي بدات تنفصل او بدات تحس ان في سهم رايح وسهم جاي. طب ايه السهمين دولت؟ دولت الاثنين برايمر اللي كنا بنتكلم عليهم فوق انك محتاجهم، تبقى ديت درجه حراره من 40 ل 60، صح ولا غلطان؟ بتاعه الانيلينج بتاعه رابط البرايمر مع الدي ان ايه. طيب اخر خطوه لما تلاقي بقى حصل عمليه النسخ او حصل عمليه التضاعف، عندك شريطين كاملين اهو، الدي ان ايه كامل اهو، يبقى دي درجه الحراره بتاعت 72 درجه زي دي، درجه الحراره اللي اشتغل عندها انزيم التاج بوليميريز، صح ولا غلطان؟ 72 ايه درجه. يبقى انا كده نبهنا على الصوره دي. طب الصوره اللي بعدها، ده في حاله لو هو حرفيا عاوز يخليك ما تكتبش كلمه في الامتحان، ممكن يجيب لك الصوره دي ويسالك ده درجه الحراره ويسال لك ايه العمليه اللي بتحصل، طبعا الجزء هنا مقصوص. ممكن يجيب لك من 90 ل 100 زي ما هو موجود فوق 90 درجه سيلزيه او 94، ويقول لك ايه اللي حصل هنا؟ ديناتيوريشن. ممكن يجيب لك من 50 ل 60 ويقول لك ايه اللي حصل هنا؟ انيلينج. ممكن يجيب لك عند 72 درجه سيلزيه ويقول لك ايه اللي حصل هنا؟ تبقى ديت عمليه الاكستنشن بتاعه البرايمر او عمليه الريبليكيشن بتاعه الدي ان ايه. في الحاله ديت انت كده صنعت الدي ان ايه، ده اللي هو عاوز يقرفك شويه في الامتحان. طيب الجزء الجاي احنا اتكلمنا عليه في السكشن اللي فات، انت طلعت الدي ان ايه او استنسخته او كونته، عاوز تشوفه بقى يا سيدي. مش احنا اتفقنا في السكشن اللي فات انه عشان تشوفه له طريقه من الاثنين، لو هو موجود عليه ماده مشعه فبالتالي هتعمله بواسطه راديو اكتف جرافي. طيب لو ما فيش عليه ماده مشعه قلت لك هتسبخه بواسطه الاسيديوم بروميد وتحطه تحت جهاز بيعمل بالاشعه البنفسجيه الترا فايلوت، والنهارده هنسميه لاول مره اسمه الترا فايلوت ترانسمينيتور. طيب الجهاز ده هنشوف بيه الدي ان ايه، وده اللي موجود عندك قدام. قال لك لما تصنع الدي ان ايه هتحطه بواسطه طريقه الاجاروس جل في جهاز الالكتروفوريز اللي اتكلمنا عليه، بس اول حاجه هتصبغه بواسطه صبغه اسمها اسيديوم بروميد، دي ما هيش جديده علينا، وهنحطه تحت جهاز بيشتغل بالاشعه البنفسجيه الترا فايلوت ترانسمينيتور وهنبدا نشوفه. ده الجهاز اللي موجود قدامك، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في السكشن اللي فات اللي كان موجود فيه الاجاروس جل. فبالتالي ممكن يجيب لك الصوره دي او الصوره دي ويقوم سالك، يقوم قايل لك ايه الصبغه المستخدمه هنا؟ تبقى اسيديوم بروميد ستيننج، تمام؟ ده علشان السكشن اللي فات ناكد عليه. كده احنا خلصنا تماما السكشن بتاع النهارده، ولكن حاجه عاوز اكد لك عليها، ممكن في الامتحان يجيب لك صوره بالبي سي ار تحت الجهاز ويسالك يقول لك البي سي ار الناتج ده الحجم بتاعه قد ايه. بكل بساطه عشان ما تشغلش دماغك هتشوف البي سي ار اللي هو مديهولك في الجنب او المعطى اللي في الجنب وتشوفه وصل لفين مع المطلوب منك، يعني بس على سبيل المثال عشان ما نقعدش نتخيل. جاب لك الصوره ديت فديت تحت الجهاز وقال لك البي سي ار ده الحجم بتاعه قد ايه. هتيجي تشوف البي سي ار اللي موجود قدامه 1200 قاعده، يبقى ده الحجم بتاعه 1200 قاعده، وهكذا نزلها لك تحت وشاور لك على السهم هتشوف المعطى اللي هو مديهولك وتقيسها بكده. طيب جابها لك ما بين الاثنين، يعني مثلا عندك 1200 و1000 وبقى جابها لك تحت هنا يبقى 1100، فاهم قصدي؟ فتركز في الامتحان ممكن يجيب لك الحاجات دي. طبعا كل الحاجات ديت بتيجي لو هو عاوز يقرفك في الامتحان. طيب برضه الصوره ديت لو انت عاوز تشوف البي سي ار، عاوز تشوف الدي ان ايه اللي انت صنعته. كده يا شباب احنا خلصنا السكشن بتاع النهارده، احنا كده خلصنا العملي بتاع الباو جينيتكس كاملين، خلصنا 6 سكاشن. اتمنى ان انا اكون عرفت اظبط لكم الدنيا فيهم. كده باذن الله باقي لنا حاجتين، اول حاجه فيديو هنشرح فيه اسئله العمل باذن الله هيبقى مخصص بس للاسئله كلها، وفيديو تاني باذن الله ان قدر الله لنا ان في وقت هعمل لكم فيه ملخص او فيديو رابط سريع للعمل كله في تقريبا ساعه الا ربع. كده احنا خلصنا 6 سكاشن تقريبا في ساعتين، في رعايه الله يا شباب، ربنا معاكم.